هل تعرفين يا مليكة أن تصنعي مغناطيساً كهربياً؟ نعم أعرف. وما الأدوات التي نحتاجها لصنع مغناطيساً كهربياً؟ مسمار من الحديد المطاوع، سلك معزول معرض طرفين طوله 30 سنتيمتر، حجر بطارية ودبابيس. هذه هي الأدوات التي نحتاجها. هيا بنا نصنع مغناطيساً كهربياً. نقوم بلف السلك على المسمار. ثم نوصل طرفي السلك بحجر البطارية. نقرب المسمار من الدبابيس. هذا جميل، لقد انجذبت الدبابيس إلى المغناطيس الكهربي. ولكن هذا مغناطيس كهربي مؤقت. وكيف ذلك؟ وعندما نقوم بفصل التيار الكهربي عن الدبابيس يفقد المغناطيس الكهربي مغناطيسيته. وهل يمكن زيادة قوة المغناطيس الكهربي؟ نعم، وهذا عن طريق زيادة عدد لفات الملف أو زيادة شدة التيار الكهربي عن طريق زيادة عدد البطاريات. هذا جميل جداً.